الأكيد هو أن هذا الموضوع ماشي موضوع العموميات، هذا الموضوع ديال الفضاءات الصغيرة ديالنا، حيث عوض الإنسان ما كتبنيهاش فقط أجهزة الدولة ولا يبنيها حقوقيون وحقوقيات وحدهن وحدهم، مي كتبنى مع المواطن وبفضل المواطن. اليوم حنا طموحنا أكثر من ديال البارح، البارح كنا كنتكلمو على الندوة، بغينا هاد النهار يكون مختبر ديال الافكار، مختبر ديال التبادل وتراقب الافكار بينكم نتوما وبين الجيل ديال الاكاديميين والحقوقيين اللي حاضرين معنا هنا. من جميل الصدف ان يجمعني مره اخرى هالندوه بالصديق والرفيق استاذ حبيب الحجي، وكنشرفوا بمعرفه السيد داودي وباقي المتدخلات والمتدخلين. فقط غنعاود نذكركم بحال اللي قلت البارح، بغينا نمشيو من هذا النهار السبت، لان باقي عندنا الورشات ديال تقويه القدرات معهم، هي ورشه تكوينيه، وحنا غادي لها خطوه بخطوه، بغيت نطرح الندوه الاولى، نطرح الندوه الثالثه، بغينا دابا نتفاعل ونطلعوا الافكار باش نتمرنوا بعضياتنا في الورشه ديال التكوين. اعيد الكلمه للاستاذه المسيره، واشكركم واشكركم ديال الحضور.